السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية لكل المتتبعين الكرام، عواشر مبروكة، نتمنى إن شاء الله تعيدوا بخير وعلى خير. هذه الحلقة هذه خصصتها إخواني مباشرة من بعد قرار وزارة الداخلية الرامي إلى تقنين طريقة ديال الذبح، طريقة ديال الذبح في عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى بصفة رسمية كاين عيد الأضحى. شحال من واحد يقول لك خويا حميد واش كاين عيد الأضحى؟ كاين عيد الأضحى، ولكن أخي المتتبع ربما غتبع معايا هذا البرنامج لأن فيه بعض النقاط اللي مهمة، بعض النقاط اللي خصك تبلغ بها والديك وتبلغ بها عائلتك وتبلغ بها الأقارب ديالك. أخي المتتبع، أن وزارة الداخلية قررت أن كل دوك الجزارة الله يعطيكم ستر اللي تيجيو باش أنهم يذبحوا في الصباح ديال العيد، الله يعطيك ستر، حاول تطلب له واحد الورقة، واش عنده ورقة بأنه داز تحليلات طبية اللي كتثبت بأنه خالي من الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا اللي ربك العالم. فأخي المتتبع خصك تعيد مع وليداتك وإن شاء الله يدوز كل شيء بخير، ماشي أنك تفرح ذاك النهار وغادي تولي ديك الفرحة قرحة. فوزارة الداخلية فين هاد الشيء؟ فين أنا؟ أنا في الطريق الرئيسي رقم 8 الرابطة ما بين مريض في اتجاه هزرو. أخي المتتبع الكريم، هادي لابد خصك تصنت. خوك حميد العقاوي اليوم حاولت باش نختار هذا الموضوع لأن موضوع حساس، أن الجزار حيت تيذبح لك أنه كما تنعرفوا في الأعراف والطريقة ديال الجزارة ديالنا تيدير واحد التقيبة هكذا في الرجل ديال الكبش وتيحاول ينفخ بالسفل ديالو. حاول ما تخليش، يحاول يستعمل بومبا أمل حياتي قاسم تبارك الله على خويا، حاول باش يستعمل البومبا ديال النفس، حاول باش تطلب له أخي واش راه عنده كونترول دوزو وعنده شهادة كتثبت بأنه مريض من 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 جميع الأخطار. راه اللهم تعطل انت بساعة أو لنص ساعة على ما يوصلك جزار اللي خالي من الأمراض، أو لا تبقى تسابق انت والجار، وبالتالي أخي راه غادي تدخل كارثة لعائلتك. فمن هذا المنبر بالخط العريض يلزم على كل جزارين ولا حتى الجزارة الموسميين، لأن يعني كاين جزارة اللي كيبانو غير داك النهار ديال العيد، هذاك الجزار الله يعطيك الستر، حاول باش أنك تطلب له واحد الوثيقة واش عنده. الله يعطيكم الستر، العيد كنتنافسوا وكنتباهوا بيناتنا، وكاين حالات ديال الطلاق اللي كيتسبب لهذا العيد، فحاشا أن الإسلام يكون أنه قال هذه القضية نقدروا نوصلوا لها في العيد. أخي المتتبع، أيتها الزوجة أيتها الأم، إلا غتزيري الراجل باش يشري لك الحولي ب70,000، حاولي عافاك باش يشريه ب40 وديك 20,000 يشري واحد الخروف لذاك الجار اللي راه ما معيتش. راه إلا دخلت الفرحة عندك في الدار وجارك هو عنده القرحة، فربما أخي المتتبع ما راه ما راه تنشوف الحسنات ما كاين بو حسنات تما. فرجاء من كل مغاربة، الاحتياط والاحتياط واجب يوم العيد إن شاء الله، وهذا نداء الى كل جزاره والجزاره الموسميين ودوك المساعدين ديال الجزاره في البطوارات، عليكم بالاتجاه للقياده او للبشويه وحاولوا باش تعرضوا روسكم للجنه الطبيه اللي كتثبت بانكم خاليين من الامراض المعديه. فما عليك اخي الا انك تبارطاجي، لان هذه رساله لكل الاباء وكل الامهات وكل عائلات باش ندوزو عيد ان شاء الله. اللهم تقبل يا رب الارباب. واش ممكن تذبح اضحيه من نفسي عزيز؟ علاش لا عزيز، الا كتعرف تذبح علاش ذبح اخويا، علاش لا؟ بغيتي يبغى عاود يجتهد ويقول لك انا لا بدا تجيب الجزار، ذبح الا كتعرف تذبح، اللهم ذبح انت، ولكن حاول يا اخي انك تعرف بانك ما فيك حتى شي مرض معدي، هذه الحقيقة. قول عامر سي أمال قسم أم عامر مشاد، وصلنا للذبيحة بعدا. لا أخويا، غادي يقول لي واحد الأخ حميد فينا هي الذبيحة غير فينا هي، والله عطيك ستر. حنا كنناقشوا. السلام عليكم.
بون سيرفيس، تحية لهاد الناس الصايرين في مداخل المدن من أجل محاصرة كل حالة مشبوهة حاملة فيروس كورونا. هضر شوية على الموسيقيين. رشيد زعما وقت الموسيقية نفوتوا العيد بعدا خويا رشيد ديك الساعة والهضرة على الموسيقيين. فالله يعطيكم ستر خوتي، الله يعطيكم ستر بالخط العريض، لأن بعض الإخوان ولا حميد واش عندنا بعدا باش نشريو العيد ولا ما عندناش. أنا ما تنناقش معاك هذا هادشي، هذا موضوع آخر. أنا الموضوع باش واش ما عندكش، كنتمنى الجار عود ما يعيد هو بسبعين ألف ريال، ديك المرة تقول له جيب واحد الحولي ضربعين وديك ثلاثين ألف ريال تفرح الجار. فأين هي الإنسانية؟ هذا عيد ديال الله سبحانه وتعالى أنه ميزنا ميزنا في وسط الديانات باش أننا نحتفلوا بواحد الطقوس. أخي المتتبع حتى دوك كثر تعناق نهار العيد وكثر البوسان من الحناك حيدهم الله يعطيك الستر. حاول تسلم باليد، وحتى داك التبادل الزيارات وخاصة شي واحد جاي برا من شي مدينة غير يحاول يعيد مع ولادو عافاكم، ما يحاولش راس شهر رمضان ودوزناه بلا والدينا، فما بالك إلا بالعيد. رمضان وراه دوزناه بلا والدينا، العائلة كل واحد فين شداتو، فعافاكم صبرتو شهر، صبروا حتى داك النار. الجزار إلا جاب حاول تطلب له واش عندك رخصة بأنك تثبت بأن ما عندك حتى حاجة. راه تقدر أخي المتتبع تبقى عند أنت والجارة ولا الجار حتى تخرج على 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 ولادك. حاول تطلب له شهادة بأنه راه خالي من الأمراض. حاول أنه ما يستعملش النفس ديالو. راه كنشوفوا إخواني أنه شاد ماركيز فليد والجن ويفيد وقالس تينطر وبدا تينفخ تينفخ. راه داك النفس ديالو أخي المتتبع راه يقدر أنه يدخل شي ميكروب للذبيحة. فرجاء ثم رجاء عليكم، عندك الحق الله يسهل على الجميع. إي خويا محمد حنا شي واحد وحميد وكتناقش الذبيحة واش عندنا باش نشريوها، مال حميد مسكين هو. حميد جاي باش يقول لك الله يعطيك الستر عندك تخرج على ولادك. حميد جا في هذا البرنامج باش يقول لك الله يعطيك الستر راه أبسط خطأ غادي ترد كارثة في ديك الدار. حميد جاي يقول لك الله يعطيك الستر إلا جا عندك الجزار حاول تطلب له بأنه دار شهادة. الجزارة الله يعطيكم الستر، حاولوا باش تمشيو عند السيد الباشا أولا القائد تبع النفوذ ديالكم. حتى اللي ماشي جزار غير مساعد الجزار، اللي خدام مسكين مع الجزارة ولا خدام في البطوار، سير عند سير وشد شهادة بين راك خالي. راه كنشوفوا إخواني ما راه الأغلبية فينا ما كتعرفش تذبح، الأغلبية فينا كتستنى يجي داك الجزار. فعافاكم عندك هذاك العيد هو اللي غادي يقدر يكون مصيبة، وحاشا أن الإسلام غادي يقول لنا بأن نلوحوا راسنا للتهلوكة، فما تلوحش راسك للتهلوكة. حاول الله يعطيك الستر أنك تعرف بين داك الجزار بأنه سليم وبأن داك الجزار ما فيه حتى شي عدوى. وزارة الداخلية راه أن كلفات أطر طبية باش أنها تسهر على المراقبة ديال الجزارة، وراه غتكون تشديدات صارمة صباح يوم العيد، وغادي تكون تشديدات صارمة إخواني وجزرية في حالة ضد المخالفين من الجزارة وأشباه الجزارة. الله يعطيكم الستر، حاولوا راه كاين الوقت مازال العيد. احنا كنخبركم على عبر هذه الصفحة، الصفحة هادو برامج عائلية، برامج الغاية دي منها أننا باش نشوفوا واحد المغرب زوين كما كيتمناه صاحب الجلالة والشرفاء ديال هاد البلاد. فما عليك إلا تكون فيك إنسانية وبارتاجي، لأن هذا نداء بغيت يوصل لكاع الأمهات. أيثما ذي استمع الزور نسيدي ربي غيفون، مبروك العواشر، قرب آخر العيد، كلشي الحمد لله وسا هذي مواث ياك هذي مواث، أنت الزمان محما هذيا يجحودي أحودي نغل، عافاك، أدا يدواك الزار غيرك، إناس يستلا غيرك ثوريق، متى ثوريق؟ يشتن الرخصة، هذا شي الطاقم الطبي يسور ذيك المرض الكورونا نغتشار المرض نغاي عاذان، لأن الزار لا يتمزض روحودي لا يقيم غيفس لا يستفوف سنف سنس. وهذه حالة اللي كنشوفها في المغرب للأسف الشديد كتستعملها جميع مجموعة ديال الجزارة ماشي صحية. فرجاء ثم رجاء الحيطة والحضر، هذا نداء عبر هذا البرنامج، نداء أخوي، نداء إنساني، نداء أن بغيت نشوف نهار العيد
كل شيء خوتنا المغاربة الحمد لله نشوفهم عيدوا والحمد لله نشوفهم أنهم راه داز العيد بخير وعلى خير، ونشوفوا بأن الإحصائيات كتنزل. ما يقع في طنجة، ما يقع في طنجة فهو رسالة إلى كل المغاربة أن راه أبسط خطأ غادي نوليو كارثة. فرجاء أخي الوالدة ديالك إلا بعيدة عليك بلا ما تمشي تعيد معاها، إلا كنتي في لازون بي أو إلا كنتي في شي حدا شي بؤر، حاول باش أنك تتصل بها في التليفون وغادي ترضي عليك، وحاول الله يعطيك الستر لأن الله سبحانه وتعالى ما عمرو ما ناشدنا أو لا بغانا باش نلوحوا راسنا للتهلكة، ولكن نقدروا نلوحوا راسنا للتهلكة أخي المواطن إلى أننا بقينا أننا تغاضينا النظر على بعض القرارات الصائبة اللي كديرها الدولة المغربية وهي الاحتياطات الاحترازية في زمن كورونا. فربما وصلت الرسالة، كنتمنى من أي واحد أنه يكتب لي أش من مدينة راه معنا باش نعرف حتى هذا الصوت وهذه الرسالة فين وصلت. كل شيء بارتاجي وتكتب أش من مدينة راك، واش غتعيد مع الوالدين هذا العام أو لا راهم بعاد عليك، وشنو الرسالة بغيت تقول لهم. يلا نشوف لي كومنتير ديال الإخوان. سلام إخواني، تبارك الله عليكم. خويا عبد الله الله يحفظك، تيزنيث ميت عني ذو مع عبد الله، صحة لاباس كل شي بخير. السياسين مالك انت وأمل السياسين. نشوفو وجدي وجدي وجدة، وهو من وجدة، إذن تبارك الله عليك ابن وجدة وفخور بالأصل ديالو، رعاك الله. خديجة اختي خديجة الإدريسي ميت عني صحة لاباس كل شي بخير، ذهنا ما يذقى الصحة حتى لالا خديجة إن شاء الله. إذا خوتي عافاكم بارطاجيو باش توصل حتى لدوك المساعدين ديال الجزارة، ماشي حتى لداك الصباح مساكن عادي بقاو تيرتابكو. الله يعطيكم ستر. هذا نداء إلا كاين تعزيز عليك ولادك، حاول يا أخي باش تبارطاجيها باش توصل هذا النداء للجزارة والعائلات. راه أي خطأ راه غادي نأديو فيه الثمن، راه أي خطأ راه غادي ترجع كارثة. راه الناس خويا جواد راك شتي الناس دريش مساكنه جداز عليهم اللي ما عمرهم ما عرفوا مساكن حتى اللي برا فين تضرب، حتى الله سلط عليهم مراه مسكينه جات ما ناويه والو ساعه كانت جايبه فيروس، حتى صدقت نواحي الريش من البؤر اللي تاسفنا لما آلته الاوضاع، ولكن الحمد لله ان في الاخير كان صفر ديال الموتى في الريش، فتحيه لكل من ساهم. اقليم خنيفره اي تماك خنيفره غيراوي الله يعطيكم الستر، راه الفيروس تيدور عندنا في الاقليم. جبتي الكزار طلب منه واش راه عنده واحد الورقه، شنو ضيعتي؟ راه تقدر باش تحمي ولادك. راه الكزار اخواني راه ان الدوله راه ما دارت هاد القرارات حتى عرفت اش واقع، وحتى عرفت الخطوره ديال ان واحد حامل الفيروس ويجي يدخل انت عندك للدار وجالس هو تيبدا يخربق في هذاك الذبيحه ويصوت بالنفس ديالو. فالله يعطيكم الستر، رجاء ثم رجاء حفاظا على الوالدين ديالكم والعائلات ديالكم. حاولوا ان شاء الله اخواني انكم تلتزموا الاحتياطات الواجبه واللازمه، الاحتياطات الاحترازيه باش ان هذا الوباء يوقف. راه اخواني مشحال من مدينه ومشحال من قريه تتعرف الهناء دابا، ولكن نظرا للظروف الاقتصاديه اللي ما يمكنش الدوله انها تستمر في الاغلاق، فاحنا حلوا المسالك الطرقيه وسائل النقل، ولكن دائما انك انت المسؤول على الاستمرار ديال الحياه الطبيعيه في البلاد. بغيت نمشي لمولاي بوعزه شي لا مولاي بوعزه يا ثخاف ريدو راخي جروشه، بغيت تمشي لمولاي بوعزه سير اخويا نو مرحبا سير سير. غير تنتمنى اللي راه بعيد دابا هو والزوجه ديالو ولادو شداتك المكتف في شي بلاد جلس دوز العيد عافاك. الام ديالك اتصل بها عيط لها واش شرات العيد ولا ما شراتش العيد، شوف امك مسكينه واش شرات العيد، ولكن باش انك تنقل راه الله اعلم غير جلس عافاك انا ارجوك، ولكن الله يحسن العوان كاين اللي عنده ظروف مسكين، غير ان تيلا الظروف حتمت عليك انك باش تسافر باش تحضر العيد مع عائلتك، فما عليك الا بالاحتياطات اللازمه حفاظا على الروح ديال هذيك الام، حفاظا على ذاك الجسد النحيل ديال هذيك الام
اللي راه ما يقدرش يكافح اي مرض دخلو راه غادي يخرب ديك الجسد ديال اعز الناس الي. فانا اناشدكم بارواح امهاتكم، حاولوا نهار العيد انكم ديروا احتياطات احترازيه. اصحاب القهاوي الصباح د العيد الله يعطيكم الستر، راه كل واحد منين تيجي الله يحسن العوان، راه ظروف الشغل خلاتنا مشتتين في جميع بقاع العالم، لان ما كايناش الخدمه، لان تنحملوا المسؤوليه للمنتخبين، راه ظروف الشغل ما كايناش، راه كلشي مشى مسكين شدو الطرقان، كلشي مغرب، راه كلشي بغى يدوز العيد مع الوالدين ديالو وولادو. فتنتمنى حتى القهوي داك الصباح د العيد احترام التدابير الاحترازيه، ويجب على السلطات العموميه انها تكون في حاله تاهب. هي تنعرفوا بان نهار العيد هذاك خصك تعيد مع ولادك، ولكن رافه بالشعب المغربي، فتنتمنى باش تكون حاله استنفار صباح العيد واجراءات جذريه، اجراءات اللي غادي تكون شي شويه قاسحه ضد اي واحد حاول يا اخي انه باش ينوض يمارس هاد المهام ديال الجزار بدون وثيقه تثبت سلامته الصحيه. تحيه اخوكم حميد العقاوي.